أهلا بكم في أخبار المساء. كشفت أحدث إحصائيات وزارة التراث والسياحة عن خطوة ملحوظة في سعي السلطنة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية بنهاية سبتمبر 2023 نحو 32,000 غرفة فندقية، وهو ما يتجاوز الأهداف التي حددتها الخطة الطموحة. نجح فريق طبي متخصص بالمديرية العامة لمستشفى خولة بالتعاون مع طب الأعصاب بمستشفى صحار في إجراء عملية عن طريق قسطرة الأوعية الدماغية لطفلة تعاني من توسع شرياني بالدماغ في مستشفى صحار. نظمت شركة نماء لتزويد الكهرباء اليوم ملتقى التعرفة المنعكسة عن التكلفة للكهرباء لكبار المشتركين بهدف استعراض أهم مستجدات التعرفة المنعكسة عن التكلفة والخدمات المقدمة وتعزيز الشراكة التنموية لبناء اقتصاد مستدام. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstories.com.